السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ميس اماني عادل. هنتكلم النهاردة ان شاء الله ونكمل سلسلة فيديوهاتنا. اتكلمنا عن براشد، اتكلمنا عن مينرال، هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن البيلدينج ماتيريال. اول حاجة هنبدأ بيها لايم ستون اند بيلدينج ماتيريال، هو الحجر الجيري. طبعا الروك اللي هي الصخور هي اللي بتزودنا السيشن بيلدينج ماتيريال، دي الاساس بتاعتي اللي بستخدمها في مواد البناء. لايم ستون ناتشرالي اكيورينج ريسورس، تمام، موجود في الطبيعه، بتخلق طبيعيا. ذات بروفايد ستارتنج بيوت في مانوفاكتشر اوف جلاس سيمنت اند كونكريت. مبدئيا لايم ستون داخل في كل انواع البيلدينج ماتيريال، لازم الاقيه، بس مش هينفع استخدمه لوحده، واعرف ليه ما ينفعش استخدمه لوحده. بستخدمه وبضيف عليه مواد تانية، بستخدمه في ايه؟ في البيلدينج ماتيريال. بيستخدم طبعا اللي هو ستارتنج بوينت، ده الاساس عندي او نقطة البداية عندي عشان اصنع الازاز، الاسمنت، سيمنت، الاسمنت، الكونكريت اللي هي الخرسانة. لايم ستون كان بي ثيرمالي ديكومبوز تو ميك نيو برودكت، تمام، ممكن يتحلل حراريا وينشئ مواد جديدة. كالسيوم كربونيت 1 اللي هو لايم ستون بيتكون من ايه؟ من كالسيوم كربونيت. فاكرين اما قلنا الكالسيوم كربونيت اللي هو السمنت كنا واخدينه تبع مجموعة الكربونيت، كان تركيبه الكيميائي CaCO3، ده اثغار، ده اند كان بيوز از بيلدينج ماتيريال، تمام. كارد بضيف عليه مواد تانية وبستخدمه ايه؟ كبيلدينج ماتيريال. ايه ادفانتج وديس ادفانتج، مميزات وعيوب اللايم ستون از بيلدينج ماتيريال. طب كالسيوم كربونيت 2 هو في سلسله من الستبس كده هو بيمر بيها، هنعرفها دلوقتي. CaCO3 اس هنا معناها سوليد، تمام، كالسيوم كربونيت هي دي كومبوزيت باي هيتنج ثيرمال ديكومبوزيشن، هيحصل له تحلل حراري، هينتج كالسيوم اوكسيد CaO، تمام، اند كاربون دايكسيد، تمام، CO2. اس هنا سوليد، سوليد الجي اللي هي الجاز، تمام. كالسيوم اوكسيد بقى اللي ناتج ده هستخدمه في ايه؟ اللي هو سي او او. مجموعه الكربونات اوف مغنيسيوم كوبر زنك اند كالسيوم ديكومبوزيشن هيتنج ان سيميلر واي، يعني بيقول لك لو انت عندك مثلا، انا قلت سي اس او 3 بيتحلل لسي اي او بتطلع لي ثاني اكسيد كربون، كل مجموعه الكربونات بيحصل لها ثيرمال ديكومبوزيشن بنفس الطريقه، يبقى ام جي او سي او 2 سي يو او سي او 2 سي او او سي او 2، تمام. هو بيقول لك كلها بيحصل لها ايه؟ ثيرمال ديكومبوزيشن. الكالسيوم اوكسيد بقى بتاع اللي ناتج، خلي بالكوا هي عباره عن ستيبس، يبقى الكالسيوم كربونات الاول حصل له ثيرمال ديكومبوزيشن كون لي سي او او سي او 2، سي او او الناتج بقى رياكت مع الووتر هينتج لي كالسيوم هيدروكسيد، يبقى كالسيوم اوكسيد سي او او سوليد زائد اتش 2 او اللي هو ليكويد مع الميه هينتج لي سي اي او اتش باي 2، ده سوليد اللي هو الكالسيوم هيدروكسيد. كالسيوم هيدروكسيد ده عبارة عن الكالايل، كان بيوز ان ذا نيوتراليزيشن اوف اسيد، تمام، اللي هو قاعدي ممكن يحصل له ايه؟ تعادل مع الايه؟ مع الاحماض، نيوتراليزيشن مع الاسيد، تعادل مع الاحماض. هو المايت بي يوسفول تو نيوتراليز ايتس اون ايه؟ لارج سكيل. قلنا الكالسيوم هيدروكسيد ده اكواس، يعني في ميه، نسبه ميه، سوليوشن من الكالسيوم هيدروكسيد اللي هو ناتج، خلي بالكم التسلسل بتاعي، سي او سي او 3 ثيرمال ديكومبوزيشن سي او او زائد سي او 2 سي او او زائد اتش 2 او هيديني سي اي او اتش باي 2، سي او او اتش باي 2 بقى لو حصل له رياكت تفاعل مع الكربون دايكسيد هينتج لي الكالسيوم كربونيت، تمام. يبقى هو التفاعل زي ما بدأناه نهناه، عملنا تحلل كالسيوم كربونيت مرت بالسلسله من الرياكشن، اخر حاجه سي او او اتش باي 2 زائد ثاني اكسيد الكربون نتج لي ايه؟ سي اي سي او 3 اللي هو كالسيوم كربونات تاني زائد اتش 2 او اللي هو ال اللي هو ليكويد.
اللايم ووتر بقى is used to assist for carbon dioxide. تمام، carbon dioxide turn lime water cloudy. اللايم ووتر اللي هو CaOH2، تمام، اللي هو الماء الجيري، ممكن اختبره لو انا حطيت عليه كربون دايكسيد. زي ما احنا شايفين كربون دايكسيد هيتحول للايم ووتر كلاود، هيطلع ايه؟ سحابة كده. تمام، لو انتوا عايزين تعملوا ايه تيست للكربون دايكسيد نيدد، لو انتوا عايزين تختبروا الكربون دايكسيد حطوا عليه ايه؟ اللايم ووتر زي ما موجود فين في رياكشن. طبعا هنا زي اكتيفيتي كده، عندكم كالسيوم كربونيت هيتفاعل بالهيت هيدينا ايه؟ لسه قايلين الكلام ده كله. طب اد ووتر هيدينا ايه؟ برافو. بعد كده هحط له ايه؟ بعد كده هينتج كالسيوم هيدروكسيد، كل التفاعلات اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي. طيب احنا قلنا اخر حاجه كالسيوم كربونيت اند اسيد. كربونيت هتتفاعل مع الاسيد هتنتج لي سولت، ملح، كربون دايكسيد اند ايه اند ووتر. تمام، لايم ستون از دامج باي اسيد رين. وات وود يو ذا كيميكال كوتشن في ذس رياكشن؟ يعني ايه يا مس؟ اللايم ستون بيحصل له بيتدمر او بينهار بواسطه الاسيد رين اللي هي الاحماض الامطار الحامضيه. تمام، يبقى احنا دلوقتي احنا قلنا اخر حاجة خالص في المعادلة ان انا عندي اللايم ووتر اللي هو ناتج ده الكالسيوم هيدروكسيد، ده القليل اللي هو ايه الكالسيوم هيدروكسيد، ده بيحصل له نيوتراليزيشن بالاسيد. يعني ايه يا مس؟ سلسلة التفاعلات اللايم ووتر لو نزل عليها امطار حامضية يحصل له دامج. يعني انا لو بني بيت او اي مبنى من اللايم ستون بس من الحجر الجيري هيحصل له ايه؟ هينهار. عشان كده بقول هو هو الاساس في البناء بس مش لوحده، لازم اضيف عليه ايه؟ بيلدينج ماتيريال تانية. السمنت، الاسمنت اللايم ستون بسخنه مع الكلي هيديني ايه؟ سمنت. يبقى اللايم ستون لو سخنته مع الكلي، ايه يا مس الكلي دي؟ الكلي اللي هي ايه؟ اللي هو الطمية او الطين، هيديني الاسمنت. سمنت is mixed with sand to make mortar. لو اسمنت ضفت عليه الرمل هيديني مورتر. ايه المورتر يا مس؟ اللي هو قبل الصب. عارفين كده الراجل لما بيجي يبني بيحط اسمنت وبيحط عليه رمل، بيديني الصبة اللي انا بصب بيها، وبعد كده بيديني الكونكريت اللي هي الخرسان. يبقى سيمنت is mixed with sand to make mortar. تمام، مورتر اللي هو الصبة اللي قبلها، بعد كده بضيف على المورتر دي ساند، دي مراحل تكون الكونكريت اللي هي الخرسانة اللي احنا بنبني بيها. and aggregate، aggregate اللي هو الايه هتاخدوه بعد كده ان شاء الله في الفيديو الجاي، اللي هو الايه الكسر بقى والحاجات الصغيره والرمل والجرافل والحاجات دي كده كلها تديني كونكريت. يبقى اللايم ستون لو عملت له هيتنج مع الكلاي هيديني السمنت، السمنت هضيف عليها رمل ساند هتديني المورتر، الساند هضيف عليها الاجريكيت هتديني الايه الكونكريت اللي هي الخرسان. طب مبدئيا كده احنا اتكلمنا على الاساس بتاعنا اللايم ستون والسمنت. هنتكلم برضو حاجه بسيطه كده وهناخد بالتفصيل ان شاء الله الفيديو الجاي. في عندي ناتشرال افيلابل ماتيريال انا بستخدمها على طول جايه من الطبيعه، الكلاي والارث والسويل، الطين بقى والارض والحاجات جايه من التربه، الود والتمبر اللي هو الخشب، والتمبر ده هتاخدوه الخشب اللي هو سمكه اقل شويه، الساند والفاين اجريجيت اللي هو الحصى والزلط والكلام ده كله، والروك الصخور دي ناتشرالي من الطبيعه. طب ارتفيشيال انا ضفت عليها حاجه، خدت الحاجات دي يعني اللي هي جايه من الطبيعه ضفت عليها حاجه. يعني السيمنت دلوقتي قلنا جاي منين؟ ها قلنا سخنا اللايم ستون مع الكلي اداني سيمنت، فكده ده انا لعبت فيها فبقت ارتفيشيال او اندستريال. البريك الطوب، الستيل، التايلز، البلاط، السيراميك، تمام، البنت اند فرنتشر، الجلاس، الزجاج، البلاستيك، الستون، الحجر. ايه الفرق بين الروك وستون؟ الروك باخده من الطبيعة زي المينرال،
بكسره او بدخل فيه حاجات فبيبقى حجر برضو، بيبقى ستون. اللايم الجير. طيب اول حاجة هنتكلم عنها بس كده النهاردة، اتكلمنا عن اللايم ستون، اتكلم عن الستون بقى. ايه الحجر بقى؟ الاحجار، الاحجار ده ايه، ارتفيشيال ولا ناتشورال؟ لا ارتفيشيال، لسه قايل انه تبع الارتفيشيال. الاستراكتشر بتاعه، التركيب، الابيرنس، كولر، تكتشر، المظهر واللون بتاعه، الويت، الوزن، الفيتنس اوف جرينز، تمام، الديورابيليتي. هتاخدوا حاجه كده، الديورابيليتي، الاسترينس، الهاردنس، كلها بمعنى المتانه، الصلابه، القوه، فكل حاجه لها معنى هنعرفه بعد كده. فاكولتي اوف وركينج اند دريسنج، تمام. ازاي بقى ايه بحطه انا في العام، في احطه كده الستون اشتغل بيه، والدريسنج بتاعه اللي هو المظهر الخارجي او الالوان بتاعته. عندي انواع كتير من الستون، ايجناس روك، سيدمنتار روك، ميتامورفيك روك، هتاخدوها باذن الله بالتفصيل. ستريتيفايد وان ستريتيفايد وفولييتد، دي انواع، تمام. فولييتد دي مورقه شبه اللير، لير ولا ما فيهاش لير، دي انواعها. سيليشيوس فيها سيليكا، اجرجيلاس دي نوع، كلاكيرس دي كلها انواع منها من الستون. دي شكلها هي طبعا الستون بقى، الاحجار بتاعتنا. استخدامات الستون بستخدمه في ايه؟ زي ار يوز ان هيدروليتيكال ستراكشر، زي الدامز والبرج، بستخدمها في الحاجات اللي هي ايه، لو انا عايزه ابني دامز او بيرج او الكلام ده كله، طبعا داخل فيه ميه، احنا قلنا اللايم ستون هيتاثر بالميه، لازم اضيف له حاجات، يبقى لازم استخدم الستون، المباني اللي فيها ميه. بستخدمه في ريتينينج وول مينستري تو ريتين سايل، تمام، اللي هي الصلب بقى والحديد المسلح والكلام ده كله. بستخدمه في الرود ميتال، في الطرق ورود كونستراكشن، تمام. They are used as basalt for permanent way in railway. بستخدم البازلت، عارفينه، في الايه، في السكك الحديدية وكده. Used to make concrete in the form of coarse aggregate. الكونكريت اجريجيت اللي هي تجمع كده من الزلط والرمل والحاجات دي كلها، كورس، كبيرة، كبيرة الحجم. خصائص الستون، في عندي سيليشيوس روك، دي هارد وديورابل، ما نشغلش بالنا. سيليشيوس روك دي ناخد شويه اكسبريشن من الستون او من البيلدينج ماتيريال، هتلاقيها مشتركه في حاجات كتير. طبعا روك هيبقى هارد، صلب، ديورابل، متين، مش سهل ان هو يحصل له ويزرنج اكشن، اللي هي عوامل التعريه وعوامل الطقس والكلام ده كله. ده السيليشيوس. اجيلاس روك الدنست بتاعته عاليه وكومباكت، زي ما بي سوفت، مش بيبقى سوفت طبعا. يبقى عندي سيليشيوس روك وعندي ايجلاس روك، ابقى عارفه ان ده هارد وده هارد، والدنستي هنا عاليه والصلاده هنا عاليه. durability of clarice rock will depend upon the constant presence surrounding atmosphere، تمام. كلاريس روك اللي هو متين على حسب ايه المكونات اللي داخله فيه، وعلى حسب برضو ما بتعرفش الويزرنج، عوامل الطقس المحيطه بيه. الماربل والكوارتزايت دول كريستالاين استراكتشر، تمام، كومباكت، متماسك يعني، شكلهم كريستالات. الايجناس روك بتحتوي على مينرال، فيريس مينرال هافينج وايد رانج اوف ديفرنت ديستينكتيف كاركترستيك. which of the following metamorphic has the most weathering resistant characteristic؟ لسه قايلينها، ها، الكوارتزايت. الكوارتزايت ده نوع من الميتامورفيك روك ناتج من الكوارتز، هتاخدوه بعد كده، لازم تعرفوا ان هو اكتر حاجة ما بيتأثرش بعوامل الويزرينج. خصائص اللايم والساند ان ذا مورتر بيبقوا قد ايه كده، لازم تبقى عارفة برضو النسبة بتاعت، لو حطيت ساند ومورتر بستخدمها في البريك، الرمل والاسمنت الابيض اللي بتحط، ايوة، واحد لاتنين. النايس لازم تبقى عارفه النايس ده نوع من انواع الرق، نوع اي ام اس، هتاخديه برضو بعد كده بس لازم تعرفيه في البيلدينج ماتيريال. ده بيبقى سيدمنتاري ميتامورفيك روك، تمام. النورمال كيورينج بيريد اوف لايم مورتر،
عشان بقى ينشف قد ايه، لازم تبقى عارفة برضو ان هو 7 داي، اسبوع عشان ينشف. بص يا جماعة، العملية اكتر ايماجينيشن، الاسمنت والخرسانة والاحجار والسيراميك والكلام ده كله لازم تشغلي دماغك اول ما تيجي الكلمة، هي مش حفظ اكتر من انت تبقى عارفة ايه اللي بيحصل في كل ماتيريال. يعني الكونستراكتشر اوف استراكتشر اندر ووتر ذا تايب اوف لايم يوزد، برافو لسه قايلينه. ايوه هيدروليك لايم اللي هو بيتحمل الايه، بيتحمل الميه. فور جود بيلدينج ستون سبيسيفيك جرافيتي شود ذا جريدر ذان، افضل طبعا سبيسيفيك جرافيتي، وخدناها المره اللي فاتت للستون في المينرال 2.7. انه افضل ستون ستيد فور كونستراكتشر اوف بايرز اند ابتوميانز اوف ريال وير بريدج، برافو سائلينه. الجرانيت، الجرانيت والبازلت الاثنين بيتخلوا في الريال واي، دول نفس العيله. اجود كواليتي ستون ماست، الستون بقى اللي هو جود كواليتي، ها برافو. ديورابل لازم يبقى ديورابل، بي فري فروم كلاي، كلاي اللي هو خالي من الطميون والتين، بيبقى متين. ريزيست اكشن اوف اسيد، طبعا مش بتأثر بالاسيدز وكل الكلام ده كله. فانتوا لو قراتوها حتى لو انتوا مش عارفين المعلومه ممكن تطلعوها. كيميكالي ماربل از نون اس، الماربل لازم تبقى عارفين اللي هو كلاكيريس روك. الماربل نوع من انواع الصخور الكلاكيريس، قلنا ايه اجورجيلاس والكلاكيريس. الماربل تعرفوه هنا من الاسئله، كلاكيريس روك. الماربل جيولوجيا نوع من انواع الصخور لازم تبقوا عارفينه برضو، ده ميتامورفيك روك، صخر متحول. الستون سيوتبل فور ريبل مينستري، لاعمال التسليح والكلام ده، لازم الحجر يبقى ايه، هارد تاف هيفي لايت، هارد لازم يبقى صلب مش تقيل، لازم يبقى فيه صلابه. اعتمادا على الروك اند مينرال سيلكت ذا كوركت ستيتمنت، كوارتز شيل بازلت جرانيت ماربل جيبسون مايكا. هو انا مبدئيا انا كنت واخده المينرال، ففاكره ان انا قلت الكوارتز والمايكا دول كانوا مينرال يا مس، برافو. يبقى حتى انا لو مش عارفاه انا خدت في المينرال، الكوارتز ده مينرال والمايكا دي ايه، مينرال، ده اصح حاجه. العملية ميكسينج كلاي ووتر واذر انجريدينت ميك بريك، عشان تصنع البريك. العملية دي لازم تبقى عارفينها هنا من الاسئلة، اسمها ايه، نيدينج، احط مية على كلاي على عشان اعمل الطين، اسمها نيدينج. الصخر اللي بستخدمه في الروفينج هبقى عارفاه برضو، اللي هو سطح اسطح البيوت والكلام ده كله، اعرف الاستخدامات دي، هو السليت اللي بيزود المسيتشر كونتنت ذا بالكنج اوف ساند، ايه اللي هيزود له الرطوبه هنا، بالكنج اوف ساند ايه، ايه بقى اللي يخلي لي الرطوبه تزيد، وان انا احط ايه، اول حاجه ازود سيرت الميكسيمم فاليوم اند زند كريت، اقعد ازود رمل واقلل الرمل، ازود رمل واقلل الرمل. فالعمليه دي هتزود لي المسيتشر كونتنت، لازم تبقى النسب مظبوطه. الهارد ستروك از واخدينه، برافو. الدايموند، دايموند مينرال وروك. الهيفي ستون از سيوتابل فور، التقيل هستخدمه في ايه، الهيفي ستون برضو. ريتيننج وولز اللي هي الايه، الحيطان المسلحه والكلام ده كله. اللايم كونكريت بستخدمه في ايه، والفاوندنش فلورينج ات جراوند ليفل، دي كلها استخدامات. ولا بوس ايه ولا بي ولا نايزر، هستخدمه في كل، اللايم كونكريت بستخدمه في الحيطان، بستخدمه في الفلورينج، في الارضيات، في الجراوند ليفل، فبيستخدم في الاثنين. الروك اللي انا هاف الامونيا اور كلاي از ذير ميجور كونستنت ار نون از، من اسمها الامونيا وكلاي. الجيرلاس روك جاي من الاثنين، اريجيلاس روك. الهرموجينيوس ميكسنج اوف كلاي انجريديانت از نون از، اعمل ميكسنج للكلاي ابقى عارفاه. عمليه البليندنج، البليندنج الكلاي
في حاجات كتير هتلاقوها في الأسئلة تعرفوها بتيجي مهمة. الأيرون أور كنتين كلي أز إمبيوريتي ذا فولكس أدد ديورينج كلينيشن إز. الأيرون أور اللي هو الخام بتاع الأيرون محتوى على الكليل أز إمبيوريتي. الفولكس بتاعي بقى اللي بضيفه أثناء العملية دي عشان يبقى أصبح خالي من الإمبيوريتي هو اللايم ستون، واحنا قلنا اللايم ستون هو الأساس بتاعي في البناء كله. الجرانيت نوت سيوتابل فور الدنابروس بيكوز، ليه هو مش مناسب في عملية البناء؟ أنا قلت الجرانيت والبازلت في ريال وي والكلام ده كله، برافو، عشان هو كوست تكلفته عالية، فهجيب جرانيت منين كل شوية عشان أبني. الجيبسيوم إز إيه؟ أعرفه من هنا، الجيبسيوم ده كيميكالي بريسيبتيت السيديمنتاري روك، تمام؟ بما إحنا درسنا الروك والستون لازم تبقوا عارفين النوع ده عشان اعمل اختبار للسترينس بتاع السمنت اشوفه هو صلب ولا لا. السمنت مورتر اللي هو احنا قلنا الصبة والاسمنت وقلنا بنضيف الكلي والساند والكلام ده كله، ميكسنج سمنت اند ساند ستاندرد ساند از بروبورشن، النسبه كام لكام؟ احنا خدنا ساند ساند ومورتر كان 1:2، طب هنا ايه؟ سمنت وساند 1:3، اعرفوا النسب دي. ميني كونستنت وتش امباكت هيدروليتي تو هيدروليك لايم، تمام، مكون اللي هو بيأثر على الهيدروليتي والهيدروليك لايم. ها الكلاي طبعا احنا قلنا لما بيتشال وافضل اما يبقى فريم الكلاي مش هيتأثر اكتر بالنسبة المية والكلام ده كله. ساند ستون از ايه؟ ها برافو، لازم تعرفين ان هو سيدمنتاري روك، ساند ستون سيدمنتاري روك. الستون اللي بستخدمها في الكونستراكشن ريتيننج وول ماست بي بالعقل كده تبقى ايه؟ هيفي، تقيلة، مش هارد بس لازم تبقى هيفي. لايم ستون از نوت اه برافو، هو سيدمنتاري روك وسترافاتاي روك وإيكواس روك في كل الصفات دي كلها، لكن هو مش ميتامورفيك روك، مش من صخر متحول. المورتن البيلدينج ماتيريال إز إيه؟ برافو، السمنت، المورتر بداخل فيه سمنت. لايم مورتر ميد ويز إيه؟ هيدروليك لايم، تمام. اللايم مورتر بيبقى ايه؟ اللايم اللي هو فيه نسبة مية اللي بيدخل في بنى الدامز والكلام ده كله. ستون ديونس فور اورنمنتال وورك عمل التزيين والكلام ده كله بتبقى ايه؟ تبقى سوفت عشان ازين بيها والكلام ده كله، مش هتبقى هارد ولا لايت ولا هيفي، لينة بزين بيها. صيغة الكويك لايم از ايه؟ كويك لايم، ها برافو، سي اي سي او 3 ده اللايم الاصلي او اللايم ستون اللايم السريع. الجليزنج للكلي برودكت از دان، جبت مكونات الكلي كل ده هتعمل لي تحسن للابيرنس، هتحميلي الاتموسفيريك افكت او العوامل المزرنج، هتحميلي من كوروسيف اكشن، تمام. الكويك لايم اللي هو كويك لايم قلناه دلوقتي سي اس او 3 اللي هو اللايم ستون، اعرف الكلام ده من الاسئله. هيعمل هيت جنريت هيت وين ادد تو ووتر، رياكت ويز كاربون دايكسايد يوز فور وايت ووشنج، وبتاثر بيعمل كل الكلام ده كله من الرياكشن اللي احنا قلناه في الاول. الكويك لايم از برافو كالسيوم ايه اوكسايد. increasing نسبة السيليكا والcorrect constants، لو انا يعني عادت ازود نسبة السيليكا انا اصح هنا نعرف برضو كل ما نزود نسبة السيليكا انا ماشية كده هتزيد في الساند هتقل في البور كلي هتقل في الكليبركس كلي، تمام. فالincreasing هتبقى اكتر فين؟ في الساند كلي، دي انواع الكلي.
الديورابيليتي المتانة بتاعة البيلدينج ستون بتتأثر بيه بالكيميكال طبعا، كومبوزيشن، بالتكتشر، النسيج، بمقاومتها للاتموسفير، فدي كلها عوامل هتأثر عليها. which home building material is made mostly from the mineral gypsum. gypsum بستخدمه في ايه؟ بستخدمه في dry wall panels. تمام، الجيبسيوم بستخدمه في الايه، في اللي هي الدراي وول بينلز. ايه الكيميكال فورمولا في كل في كالسايت؟ CaCO3 اللي هو اللايم ستون. اللايم ستون is available resource in Virginia او وات اي مكان اصلا، because لايم ستون كان بي روز تو ميك لايم ستون عموما بيصلاني الايه الكونكريت. لايم ستون ار فيري ريتش ان ايه، برافو، كالسيوم كربونات. السيدمنتري روك بستخدمها في ايه؟ الروك عموما، بيلدينج ستون، ميكينج كونكريت، ميكينج اسفلت، اول اوف ذا باف ده كله بستخدمها. اللايم از اوبتوند فروم كالكلينيشن اوف، اعمل له اللايم هنا جاي منين او بحصل عليه منين؟ برافو، طبعا منين؟ من اللايم ستون. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، واتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله، وهنكمل بقية البيلدينج الفيديو الجاي ان شاء الله.